اوكي، محاضرتنا لهذا اليوم ان شاء الله تكمل الهيماتولوجي، فناخذ اليوم بليدنج ديس اوردرز اللي هو موضوع كلش مهم، very interesting topic, very common topic، وراح تشوفون منه هوايه كيسز من خلال عملكم. فبالنسبه للبليدنج ديس اوردرز، قبل ان نبدا لازم نعرف شنو احنا الهيميوستاسيس، يعني شلون البودي يسوي بالانس ما بين انه ما يصير بليدنج و at the same time ما يصير عندي كلوتينج، واذا صار شنو ممكن راح يسوي. فهو عندي فد انتراكشن يصير ما بين البلد فيسلز، يصير ما بين البليتليتس، ويصير ما بين الكلوتينج فاكتورز، ذن الثلاثة لازم نخليهن ببالنا. اكو تو فيزز اوف هيموستاسيس، البرايمري والسكندري، يعني من واحد لما ينجرح. فبالبرايمري فيز الدامجد فيسل constrict and the platelet aggregate at the site of damage to form a blood to arrest hemorrhage within a few minutes. يعني أي واحد ينجرح شلع سنة ده تسوي له حاجة باللثة مالته، facial maxillary procedure, general procedure يعني بصورة عامة، كلها هاي ايش راح يسوي البلد vessel؟ راح يصير بيها constriction، تتجمع البلاتليت عندي حتى يسوي لنا فد بلاك. هذا راح يؤدي الى سكند فيز اللي هو راح يصير عندي ديبوزيشن مال فايبرين مش بهذه المكان. الفون والبراند لازم نخلي ببالنا مهم جدا للبليتليت اجريجيشن، وهو بايندينج فاكتور لل بايندينج، يعتبر بايندينج فاكتور للفاكتور 8 اللي هو الكلوتينج فاكتور 8. إذن هسه احنا ممكن نلخصها بالشكل الآتي، أي واحد يصير عنده في البليدنج whatever سواء اتروجينيك احنا نسوي أو سواء جنرال، راح يصير عندي اكو برايمري فيز واكو سكندري فيز. بالبرايمري فيز الدامج فيسلز راح يصير بيها كونستركشن، تجي البليتليت تتجمع، البليتليت الاجريجيشن مالتها نحتاج الفون والبراند فاكتور، هذا الفيز رقم واحد. فيز رقم اثنين راح يصير عندنا فايبرين مش، تتجمع عندي الفايبرين مش على شكل نت نت، يعني على شكل شبكة، وتجي فوقها الفايبرين، يعني نقصد به كل الكلوتينج فاكتور أو الكلوتينج فاكتور اللي مطلوبة. أيضا نخلي ببالنا بأنه الفون والبرانز هو كارير للفاكتورات. إذا هسه إحنا من خلال هذه المقدمة نقدر نعرف بأنه البليدنج ديس اوردر يجيني اما بلد فيسلز عندي ابنورماليتي، اما كلوتينج فاكتور عندي ابنورماليتي، يا اما عندي مشكله بالبليتليت كومبينيشن اوف ذيم او فون والبراند ديزيز. اذا الكوزز نجيها، عندي ديكريز بالبليتليت نمبر، عندي ديكريز بالبليتليت فانكشن، عندي ديكريز بالكلوتينج فاكتور نمبر يعني البرودكشن مالتها، عندي الفيسل وول ديس اوردر، اكو فد كومبايند افكت، واكو فد فون والبراند. هذا التيبل الباكس كلش كلش مهم. فنجي الاول وحده اللي هو الثرومبوسايتوبينيا، يعني ديكريز ان ذا نمبر اوف ذا بلاتلتس. هيريديتري اكو فد سندروم متلازمه يسمونها ويسكت الدرخ سندروم، تسوي لي هيك شيء اكوايرد، هاي اللي احنا نشوفه، يا اما دراج انديوست ثرومبوسايتوبينيا، واحد ياخذ سلفونامايد، ثيازايد، هيبارين يقلل البليتليت، او الاي تي بي اللي هو ايديوباتيك ثرومبوسايتوبينيا بيربرا، هسه ناخذها ان شاء الله، او انفكشن انديوست، اي انفكشن ممكن يسوي لي، او عندي فد البليتليت كونسبشن انكريزد، يعني مثلا واحد عنده ديسيمينيتد انترافاسكولار كوغولوباثي او كوغوليشن، ثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيا بيربرا، هيمولايتيك يوريميك سيندروم، هذا ان كلن راح يصير البليتليت مالتين يصير فد رابيد كونسبشن. عندي مرو هايبوبليزيا او ابليزيا، ما تفرز لنا بعد لا بليتليت ولا غيرها. عندي مرو انفلتريشن مثل اللوكيميا، مايلوما، كارسينوما، مايلوفايبروسيس، او لاك اوف فيتامين بي 12 وفوليت، لان هو ايضا يسوي لي نقص بالبليتليت. هذا وذ ريسبكت تو ذا ديكريز ان ذا نمبر اوف ذا ثرومبوسايت او البليتليت. طيب اذا ديكريز بالفانكشن نصيح له ثرومبوسيثينيا، يعني البليتليت نمبر از سفيشنت بات اتس فانكشن، اي مين ذا بليتليت اتس فانكشن از ريدوسد،
or impaired. مثل ايش؟ مثل عندي hereditary Bernard Sawyer syndrome, glands مع thrombocytopheny او thrombocytopenia. عندنا acquired مثل drug induced thrombocytopenia. الانتيبليتليت طبعا تسوي لي thrombocytopenia اكو منها. يعني تقلل لي بس الفانكشن. الانسيد ان الستيرويدال يعني البيتا بلوكر كلها هاي تقلل لي الفانكشن. وعندنا اليوريميا. طيب شو وقت يصير عندنا ديكريز بالكلوتينج فاكتور؟ هيريديتري مثل الهيموفيليا اي هاي المعروفه عندنا نصف الدم الوراثي نوع اي او الهيموفيليا بي اللي هي ليس كومن يسمونها الكريسمس ديزيز. اكوايرد عندنا مثل الاكوايرد هيموفيليا هيموفيليا سم تايمز اكوايرد او دراجز مثل الوارفرين وغير الانتي كوغولانت ثيرابي هذن من ننطيهن ممكن يقلل لنا بالكلوتينج فاكتور. زين فيسلز وول اب نورماليتي عندنا كفد كونديشن يسمونه أهلر دانلوس سندروم HHT اللي هو هيريديتري هيموراجيك تولنجكتازيا أيضا ذن هيريديتري كونديشنز بيهن راح يصير فيسل وول أبنورماليتي. أكوايرد واحد يتعرض لتروما الستيرويد تسوي له فيسل وول أبنورماليتي. كومبايند إفكت وين يجينا؟ واحد عنده ليفر ديزيز أو واحد عنده رينال فيلير. أبو الليفر ديزيز خطية ذولا شو يصير عندهم؟ كلوتينج فاكتور تقل ثرومبوسيتوبينيا عندهم وديكريز بالفيتامين كي ولذلك يصيرون مور لايبل للبليدنج. هاي لازم نخليها ببالنا لانه احنا باكر عقبه ومعظم شغلنا هو انترفنشن. طيب ابو رينال فيلير يصير عندهم خطيه ثرومبوسيتوبينيا وثرومبوسثينيا. اخر وحده اللي هي الفون والبان ديزيز. بالهستري من تاخذ عافيه لازم تخلي ببالك تسأل السؤال التالي انه سابقا من سوى الدنتال اكستراكشن ايش قد بقى عندك النزف؟ فاذا يقول ساعه عموما ساعه ساعتين وكل شيء ينتهي هذا اوكي ما عنده liability or susceptibility or liable for bleeding anymore. بس اذا بقى more than two days لازم تخلي بالنا بانه this patient is liable to further attack. قبل أن نعبر على الـ individual diseases خلينا نأخذ فد rapid review. Bleeding disorders عندنا بها two phases primary and secondary. بالـ primary الـ vessel wall اللي هي يصير بها damage راح يصير بها constriction والـ platelet راح يصير بها aggregation. هذا الـ aggregation نحتاج بالـ von Willebrand factor as well. بالـ secondary phase راح يصير عندنا fibrin mesh و collection والـ aggregation مال الكلوتينج فاكتور. الفون والبراند ديزيز مهم عندي بحالتين يعني بالبرايمري فيز وبالسكندري فيز. اذا ايش وقت يصير عندي البليدنج سيستميك بليدنج؟ يصير عندي اما بليتليت نمبر ريدوست بليتليت فانكشن از امبيرد او ديكريز ان ذا كلوتينج فاكتور برودكشن او عندي ابنورماليتي بالفيسل وول ديس اوردر او كومبايند افكت او ديو تو فون والبراند ديزيز. فإذا ناخذ فد individuals ما اعطيناكم هوايه اخذنا فد موضوعين واحده منهم الاي تي بي اللي هي كومن اللي هي ايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيا بيربرا. هذه فد اوتو انتي بودي الجسم يفرز اوتو انتي بودي يروح للبليتليت ممبرين يسوي له فد ريموفال عن طريق الريتيكولو اندوثيليال سيستم نفس ما حكينا بحاله الهيموغلوبينوباثيز فالسبلين الليفر غيره أظني بس يشوفن هذا الأوتو أنتيبودي لازم يسوي له رموفال. بس المشكلة راح تسوي له رموفال هو والبليتليت اللي عليها فراح يصير بريماتشور رموفال أوف ذا بليتليت ولذلك بليتليت نمبر ويل بي ريديوست. أكو من هن سم كيسز تجي إن أيزوليشن وحدها كل شيء ما نحصل يعني ماكو أندرلاين كوز وأكو منهم لا والله أكو فد أندرلاين كوز. مثل إيش الأندرلاين كوز؟ مثل كونكتيف تشو ديزيز اللي أقصد بيه روماتويد أرثرايتس اقصد ب السيستميك سكلروسيس اس ال اي اند سو اون. مثل الانفكشن مثل الاتش اي في عندنا بيتا سيل مالجنسي بريجننسي دراجز كلها هاي تسوي اي تي بي. هسه احنا بغض النظر هو الكلينيكال برزنتيشن هو ذا سيم الكلينيكال برزنتيشن مالتي ديبيندينج اون ذا ديجري اوف ثرومبوسايتوبينيا. المريض خطيه اذا لازم نخلي بالنا طبعا بفور ذات بانه البليتليت كاونت هو انا عندي من 150 الف الى 450 الف. فاذا المريض البليتليت مالته خطيه اقل من ال20 هذا يصير عندهم سبونتينيوس بليدنج
بينما إذا شوية أعلى يعني حتى لو وصل فوق الخمسين هذا ممكن كل شيء ما يحس المريض، هذا مجرد باي تشانس أنه نشوف عنده البليتلت كاونت لو. ولذلك أنتم المريض قبل لا تسووا له أي انترفينشن لازم أتليست أتليست عندكم فد بليتلت كاونت، يعني ورا ما تاخذون هيستوري وما عنده أي بليدنج أو شيء أخذوا فد سي بي سي بلد كاونت كومبليت بلد كاونت وشوف البليتلت مالته. فهسه احنا المريض اذا قلت جو ال 20 طبعا هذا يصير عندهم خطيه سبونتينيوس بليدنج، والبليدنج مالته ممكن نيزل ممكن جي اي تي ممكن فاجينال بليدنج بالفيميل عندنا وممكن سبكوتينيوس بليدنج، بينما شويه هاي راح يصير عندهم ممكن اذر سم سورت اوف بليدنج اللي ينصح له ايزي بروزنج سم تايمز ابستاكسز اللي قلنا عليها نيزل بليدنج مينوراجي يعني في فاجينال بليدنج تصير عند الفيميل. ولذلك لازم نخلي ببالنا هيك كيسز قبل ان نسوي اي انترفينشن. المانجمنت مالتي مال الاي تي بي، اني المريض مالتي اذا البليتليت كاونت اكثر من 30 اوكي ما عندي اي مشكله، يوجوالي ما عندي اي مشكله، ماكو في المشكله نقدر يعيش ويتعايش مع هذا ال 30. بس انا مشكلتي اذا اريد لفت سيرجري او بايوبسي هذا ما تكفي ال 30، احتاج لفد فد 100 يعني اتليست فد 170,000 لازم يلا ابلش اشتغل. ولذلك احنا مندس كونسلتيشن نخلي ببالنا بانه الفيزيشنز ايش راح ينطي، اما ينطي ستيرويد يا اما ينطي اي في اميونوجلوبولين يا اما ينطي انترافينوس انتي دي يا اما ينطي اميون سبرسيف دراجز او يدزل الجراح يسوي له سبلينكتومي. ليش نسوي سبلينكتومي؟ لان هو سايت اوف ريموفال اوف البليتلت. اوكي قبل ان نعبر الموضوع اللي بعده، الاي تي بي ايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيا بيربرا هي بيربرا هي كومن ديس اوردر كاركترايزد باي ريدكشن ان ذا نمبر اوف ذا بليتلت. ذيس كونديشن مايت ارايز از ا برايمري ايديوباثيك كونديشن وذ نو اندرلاينج كوز بات might happen due to some underlying causes, for example, infection or connective tissue disease or malignancy, physiologically as an pregnancy or consumption of certain drugs. The clinical presentation depending on the level of the platelet, those who have sufficient level of a platelet well above 50,000, they usually complain of nothing and the condition is discovered only by chance, while those who have less than this level might be presented with spontaneous bleeding or they might develop epistaxis, menorrhagia, GIT bleeding or subcutaneous bleeding. The objectives or our goal in the treatment is that المرضى اذا البليتليت كاونت مالته اكثر من 30 اوكي نقول له اوكي انت ستيبل وما عندنا فد مشكله نقدر نمشيك، لكن بشرط اذا بايام اللي تريد تضرب ابره تريد تسوي سيرجري تريد تسوي بايوبسي لازم ترجع لنا ونقدر نحول على الفيزيشنز حتى يطلع التريتمنت اوبشنز مالتي اللي هي ممكن ثيرابيوتيك دراجز ميديكال مثل الستيرويد اي في اميونوجلوبولين انتي دي اميون سبرسيف دراج او انزل الجراح يسوي له سبلينكتومي. هذه كل القصه. الهيموفيليا اي اخذنا لكم فد انذر اكزامبل، هيموفيليا اي قد يصير فد ديفيشنسي بالفاكتور 8. هذه الموست كومن كونجنتال كوغوليتيف كوغوليشن فاكتور ديفيشنسي. الفاكتور 8 ميني جين هو يتصنع له بالليفر والاندوثيليال سيل. بس عدى الهاف لايف مالته ومجرد 12 ساعه ولذلك لازم اون جوينج برودكشن. زين كلينيكال برزنتيشن مالتي اذا سيفير يعني الفاكتور 8 مالتي نقص كلش قوي عندي راح يصير عندي سبونتينيوس هيموريج ومصل هيماتوما، بينما اذا مودريت هذا يصير فد مايلد تروما اور سيرجري كوزز بليدنج، بينما بالمايلد فقط الميجر سيرجري اور injury cause excessive bleeding. هسه عندنا فد اكو فد كم سؤال لربما خطر ببالكم. اولا انا شلون اعرف السيفيريتي مالتي يعني هو شنو سيفير مايلد مودريت؟
هذه تعتمد على ايش قد كلوتينج فاكتور بالبودي. يعني انا دز للمختبر اقول له كلوتينج فاكتور 8 SA، بس اكتب له هاي العباره، هو راح يدز لي اياها يقول لي هل قد، وهذا معناها نقص عنده سيفير او مودريت او مايلد. اوكي، بس اريد اقول له استيميشن اوف فاكتور 8 SA، ما مطلوبه كلش من عندكم، بس لازم نخلي بالنا بانه هاي السيفيريتي تعتمد على الديجري of or the amount of the clotting factor inside our body. طيب شنو مقصود بالspontaneous heme arthrosis ومصل هيماتوما؟ يعني هنا أنا clotting factor type of bleeding مالتها يختلف عن type of bleeding بالبليتلت؟ Definitely yes. هذولاك قلنا GIT, nasal, menstrual, subcutaneous. بينما هنا أنا ما ذكرنا ذني. لو تلاحظون مصل هيماتوما وheme arthrosis يعني blood inside the joints. إذن هي عبارة عن joint ومصل. ولذلك لازم نخلي ببالنا بأنه there is a difference in the presentation or the style, the pattern of bleeding between platelet deficiency and clotting factor deficiency. ذولاك البلاتلت هذولاك يجون على شكل subcutaneous bleeding بالإضافة إلى internal bleeding اللي هو يشمل nasal, cerebral, GIT, menstrual. بينما بالكلوتينج فاكتور لا، هن ذن المعروفات الاثنين اللي هن هيم ارثروسيس ومصل هيماتوما، بس بالحالتين سيرجري ما تصير، انترفينشن ما يصير اذا ما نعوضهم. المانجمنت مال بالكلوتينج فاكتور هو ننطي انفيوجن مال فاكتور 8. طيب اخر موضوع عندنا اليوم اللي هو كلش مهم، باكر عقبه ان شاء الله من تصيرون dentist راح تلاحظون بانه البلاد والبلاد برودكتس احنا ما ننطيها هيك بصوره عشوائيه، لازم ضمن حسابات وقواعد شلون ننطي وهكذا. فعندنا الهول بلاد بوتل دم، هول بلاد او باينت اوف بلاد، كل باينت مال بلاد، هذا بطل الدم اللي نصيح له، اللي هو بالحقيقه باينت اوف بلاد، ما يصير نقول بلاد بوتل ومو بوتل، هو باينت اوف بلاد. هذا شنو؟ هذا عبارة عن 450 بلاد و 63 anticoagulant preservative solution. هذا نقدر نخليه بالمختبر مالتنا مال إعطاء الدم، المختبر الرئيسي مالتنا مال فحص الدم وإعطائه، نقدر الخمس أسابيع. هذا شلون ننطي؟ ننطي حالتين، يا أما كل pint of blood يزيد لي 1 gram of hemoglobin. يعني إذا واحد من عندكم الهيموغلوبين مالته 9 أرد أوصله 13، إذا 4 إيش أحتاج؟ 4 بطالة دم. إذا واحد منكم 6 أرد أوصله 8 نحتاج بطلين دم. أو أحسب له كل بير كي جي، كل كي جي مالتي كل كي جي أنطي 20 سي سي. يعني مثلا إذا واحد وزنه 50 كي جي نضرب 50 في 20 راح تطلع عندي فد 2000، يعني مثلا أقسمها على ايش قد من 450 احسب البلد مالته وانطي هي. اوكي نوبات احنا ما نستخدم هول بلاد. هول بلاد شنو يعني؟ هول بلاد، هول بلاد يعني موجوده بيه بلازما، وموجوده بيه بليتلت، موجوده بيه وايت بلاد سيل، موجوده بيه ار بي سي. البلازما مثل ما تعرفون البلازما هي عباره عن سيروم وكلوتينج فاكتور، هذا كله يحتوي بالهول بلاد. اعيدها، الهول بلاد مالتي شنو معناه؟ شنو اقصد بيه؟ أقصد به موجودة به cells وفلويد. الفلويد مالتي شنو هو؟ هو عبارة عن البلازما. البلازما شنو؟ البلازما هي عبارة عن serum plus clotting factor. cells شنو أقصد بها؟ أقصد بها RBC white blood cell والplatelet. نوبات إحنا شنو نسوي؟ نسوي isolation. ما نأخذ كل الهول بلاد، نأخذ بس ال RBC. أوكي؟ نوخر as much as possible من البلازما، تبقى عندي بس ريد سيل كونستريت. هذا نفس الحاله، كل باينت من عنده، لان هو نفس ذيك الفكره، لانه الفرق بين هنا وهنا هو مجرد انه البلازما وبقيه، والبقيه كلها سوينا لها ريموفل، فالبلازما ما زيد للهيموغلوبين، ما له علاقه. فاحنا اذا وخرنا البلازما يبقى ايتش باينت انكريزز هيموغلوبين 1 جرام. اوكي؟ طيب نوبات البليتلت ننطي للمريض. لازم نخلي بالنا بانه هاي البليتلت مالتي
فقط تبقى بالمختبر 5 أيام. ولذلك إحنا اللي نريد ننطي بليتليت خطية لازم أهله يتبرعوا له أو ناس يتبرعوا له شيء جديد، لأن هي 5 أيام تبقى وتنشمر إذا ما حد استخدمها. كل باينت يزيد لي من 5000 إلى 10000. ولذلك أكو مرضى نوبات نحتاج لهم فد عملية، يدز لي مثلاً السيرجن الفيشل ماكسيلاري سيرجن، يدز لي الدنتست يريد يسوي انترفينشن، يقول لي أبانا بالسي بي سي لقيت هذا 60 البليتليت مالته، أشتغل ولا لا؟ أنا شو أقول له؟ أقول له لا لا تشتغل، خلينا نسويها فد 70 80، خلينا نوصل 100، وشنطي من 60 إلى 100 هاي 40000. 40000 يعني ايش قد احتاج؟ احتاج من 4 باينت الى 8 باينت مال البليتليت، ولذلك دول ندخلهم مستشفى قبل ننطي 4 باينتات من البليتليت الى 8 باينت، واقول له مباشره باكر روح سوي العمليه مالتك ما عندك مشكله. نوبات المرضى يحتاجون فريش فروزن بلازما، يعني البلازما نحتاج ننطيهم. لازم نخلي بالنا ايضا انه البلازما هي ممكن تبقى سنه كامله موجوده بالمختبر، بس على شرط ما مجمديها ما عليها اي شيء، اي مشكله ما عليها. الباينت مالتها يحتوي على 150 الى 300 مل تقريبا. هي تنطى حسب الكي جي 15 سي سي بير كي جي، وتنطينا تقريبا 30% من الكلوتينج فاكتور. يعني ابو الكلوتينج فاكتور خطيه اذا ما لقينا له فاكتور 8 ممكن نمشي حاله بالبلازما تصعد الكلوتينج فاكتور فد 30% لحد ما يتحصل له الفاكتور 8. نوبات تسمعون كلمه الكرايو. الكرايو هو يحتوي لفيبرينوجين فاكتور 8 وفون والبراند فاكتور. هذا ينطي كل 5 كي جي ننطي 1 باينت، لانه نوبات خطيه ايضا ما عندنا، ما موجوده فاكتور 8 نوت افيلبل، او مرضى نشخصهم عندهم فون والبراند ديزيز، فنقدر ننطي انستد نطي الكرايو برسبيتيت. ذولا نتعامل مع البلازما، نوخر معظم الفاكتورز اللي موجوده بالبلازما، نبقي مجرد الفيبرينوجين فاكتور 8 وفون والبراند. اوكي طيب، نوبات من المختبر نطلب منه فاكتور 8 كونستريت او فاكتور 9 كونستريت، سوري مو من المختبر، من الصيدليه، لان هذا يجينا على شكل باودر دراج. فشلون نحسبه؟ اكو فد معادله نحسب بيها. المعادله هي كالاتي: اذا فاكتور 8 الدوز مالتي ايش قد؟ التارجت فاكتور 8 ليفل والبيس لاين ليفل. البيس لاين ليفل هذا طلبته من المختبر، من قلت له فاكتور 8 السي، اضربه في البادي ويت واضربه في نصف، فهذا راح يعطيني الجرعه مالت الفاكتور 8. بينما الفاكتور 9 نفس الشيء، مجرد انه اضربه بواحد مو في نصف. اوكي هذا يعني شنو يعني؟ يعني انه الفاكتور 9 اللي احتاجه جرعه اعلى من الفاكتور 8، لانه الفاكتور 8 راح تنضرب بالاخير في نصف، فالجرعه مالته راح تصير تقريبا نصف الفاكتور 9. اوكي ناخذ اخر اعاده للبلاد والبلاد برودكتس حتى اخاف عندكم فد استفسار. البلاد والبلاد برودكتس عندي هول بلاد كل الدم، هذا اخلي ببالي بانه يبقى بالمختبر مالتي مده 5 أسابيع. انطي اما 20 سي سي بير كي جي او الهيموغلوبين اكسس ازيده انكريز هيموغلوبين 1 جرام بير ديسيليتر. اذا ما عجبني الهول بلاد ما اريد انطي هول بلاد، اعطي ار بي كونستريت ذا سيم. نوبات احتاج البليتليت، البليتليت مالتي اتش باينت يزيد ل 5 إلى 10000، تبقى 5 أيام فقط بالمختبر. فريش فروزن بلازما تبقى سنه كامله، هي نحسبها 15 سي سي بير كي جي. الكرايو بريسبيتيت يحتوي لفيبرينوجين فاكتور 8 1 والبراند ينطى 1 باينت لكل 5 كي جي. فاكتور 8 وفاكتور 9 هذول بيهم فد معادلات خاصه بيهم.